السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتزان، مرحبا بكم في فيديو جديد، بلوج جديد معايا ان شاء الله. الا كنتي اول مره تدخلي القناه مرحبا بك، دير اشتراك فيها وفعلي الجرس باش يبقاو يوصلكم الفيديوهات ديالي، وكذلك خليوا لي لايك وتعليق وديروا شير الفيديو. الا كنتي ديجا مشتركه مرحبا والف مرحبا، دار عاد داركم. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كاينين جوج حوايج. اول حاجه بغيت نشارك معكم واحد الايفنت اللي غادي تجي ان شاء الله عن قريب في هذا شهر 9. ديما فيما كنمشي لشي ايفنت ولا شي بازار ولا اي حاجه، ملي كنشاركها معكم فلوق كتقولوا يا ايمان علاش ما قلتيهاش لنا من قبل. فمؤخرا الى عقلت البنات اللي متبعيني كتشاركت معكم البازار اللي كان في رمضان، وبزاف بزاف ماشي في رمضان، في العيد يعني من رمضان، وانا شاركت معكم فيديو في رمضان، وبزاف بزاف بزاف الحبابات جاو عندي داك البازار وعجبني الحال، عجبني بزاف الحال، فرحت بزاف لان بزاف البنات جاو وجاو سلموا عليا وحضروا البازار وعجبهم الحال، عجبهم الحال بزاف. لان كيكون واحد الجو مختلف، كيكونوا هكا نيا البيعه والشلايه، وكيكونوا شي حوايج اللي كيكون شي حد باغيهم ما كيكونش لاقيهم هنا في يعني في اي بلاصه، كيجي على كيبانو كيلقاهم، كتكون الحنه طبيعه الحال عبر ايمان ارتيزان. البنات اللي كتعجبهم الحنه ديالي وكيبغوا يتلاقاو معايا وكيبغوا يديروا الحنه. المهم البنات ان شاء الله غادي يكون واحد البازار اخر عن قريب، مهرجان او لا بازار ان شاء الله نهار 28 شهر 9. شهر 9 هذا غيكون نهار واحد من 9 ديال الصباح حتى 9 ديال العشيه. هذه المره غيكون نهار واحد، المره اللي فاتت كان يومين، هذه المره نهار واحد. فديروا هذه القضيه بالحساب بالنسبه للبنات اللي غاديين يبغيو يجيو، ما يقولوش خليتي الغدا عاد نمشي. ادم خليني نهضر زعما وصيت وقلت لي اسكت. المهم البنات ان شاء الله راه غيكون تقريبا ان شاء الله يكون بحال البازار اللي سبق، يعني فيه البيع والشلاية فيه الماكلة. صراحة اكثر حاجة كتكون كتمشى في هاد البازارات هي الماكلة، اللي جا كي ضروري كي كيشري. غيكونوا فيه المشروبات، غيكونوا فيه الالعاب الدراري الصغار، غيكونوا فيه هداك المونباوس اللي كيناقزو فيها الدراري، غيكونوا فيه بزاف الانشطة الدراري الصغار، وغادي يكون فيه كذلك بيع والشلاية، الملابس، العبايات، الزيوفة بالنسبة للبنات المحجبات. آدم يوسف أنا بي كوايت بليز. غيكون فيه هكا الدراري الصغار السيرك، يجيبوا السيرك هاد المرة شي حاجة زايدة المرة اللي فاتت. غيكون فيه بحال شو ديال واحد بوليسمان، غيكون فيه يعني ديال البوليسي زعما، غيكون فيه شو ديال فاير فايتر يعني رجل اطفاء، يعني بالنسبه للدراري الصغار عاد انشطه اخرى للدراري الصغار، يعني يكون شيء مختلف. فين غادي يكون؟ في نفس البلاصه، غادي يكون في المسجد ديال ديانات سنتر اولا المسجد التركي اللي كيكون في ماريلاند، راه عاد معروف يعني راه بزاف البنات جاو لي ديك المره وعندك البنات ما تجيوش ولا شي بنات هذيك المره بزاف البنات جاو وشي بنات ما قادوش يجيو وخلاو لي ميساج قالوا لي ما قدرناش نجيو المره الجايه نجيو ضروري، وراني عاود قلتها لكم اجيو جيو سلموا عليا وجيو عندي عندكم ما تجيوش عندي انا غدا نكون فيه بطبيعه الحال، غدا نكون كندير الحنه ان شاء الله بطبيعه الحال بما انني حنه ارتيست، وغيكون عندي كذلك لوحات اللي عاد عندي عليهم الاسئله بزاف بزاف. مع شحال هادي ما بقيت شاركت معاكم فيديوهات على اللوحات، جبت الجديد، كيسولوني البنات كنوريهم الجديد بوحدهم، ولكن ما يعني خاصني نوريكم شنو كاين في الجديد. هادوك اللي كاينين في الحيط بزاف اللي كيشوفهم في الفيديوهات ديالي كيسولوني عليهم، هادو وريتهم لكم في فيديو سابق. غنوريكم دابا شنو جبت الجديد ان شاء الله. اول حاجه بغيت نوريكم صراحه هذه ديجا وريتكم مره فاتت، ولكن قلت ضروري نعاود نوريها لكم لان هاد الحاجه اللي غنوريكم راه وصلت حتى نيوزيلندا، وصلتها لهناء، كلشي كيعرفها غالبا اكثركم غيكونوا كيعرفوها هناء، تنظيم البيت مع هناء، كنت وصلتهم لها عام هادو، كنت وصلت لها غير ديال الخشب بحال هادو، كنت وصلت لها بحال هادو ديال الخشب. هذاك الوقت كان باقي ما عنديش هادو ديال لي في ميروار اللي كيكون فيهم بحال الشكل ديال المرايا، فكنت سنيت غير شويه ولا تسنات غير شويه وصلتهم ليها، كانوا غادي يجيوها ديال المرايا، وعلى اي حتى هي نيت ما كانش حطتهم يعني العام هذا باش حط باش صرتهم ليها، وهي دابا عام عدا دارتهم كون عرفنا كون صرتهم لها هذا الوقت. المهم راه كاينين
بالنسبه للبنات اللي شافوا ما عندها راه كاينين بلي في مغوى عن شاش كانت هي حدات غير فاش شفت لها غير ديك الخشب شداته وغطاته بشي ورق. هذاك الورق كيكون في امازون, ولكن هادو حسن اللي كيكون فيهم لي في مغوى كيكونوا حسن كما كتلاحظوا. انا دابا مضربهم في بلاستيكات بلا ما كنحيدو من البلاستيكات البنات, لان غادي طوال الفيديو وفي نفس الوقت غادي خصني نعاود نقعو ثاني نغلف فيهم الصراحه. ف كيكون فيهم هكا لي في مغوار كما سبق شاكت معاكم, يعني كتبان بحال المرايا نيش يعني مرايا. المهم هادو راه بحالهم اللي صيفط لهناء. دابا غنوريكم الجديد, دابا غادي نوريكم الجديد. اول حاجه غادي نوريها لكم البنات هي هذه, اسم جلاله الله في الاريكوبون لي في ميغوار. كما كتلاحظوا كاع الخلفيه اللي كتبان كاميرا كتبان. هذا سيلفر اريكوبون, هو الومنيوم كومبوزيت, كاين في هذا الشكل هذا الله اسم جلاله مع زخرفه كما كتلاحظوا عتزانه. كاين في الفضي وكاين في الذهبي كالعاده, ديما اي حاجه كاينه في الفضي وكاين في الذهبي, وكاين كذلك في الاسود, ولكن الاسود ما كيكونش فيه لي في مغوى, كيكون غير هكا شايني وفي هذا الشكل الميتاليك. هانتوما البنات وجهي كيبان فيه بحال مرايا نيت. هذا اول شكل, دابا نوريكم الشكل الثاني. والشكل الثاني البنات هو شكل مميز بزاف زوين كما كتلاحظوا, هو عباره على مكانه بهذا الشكل. صراحه شكل رائع, عدم بان في المرايا, عدم بقى الدور مشي وتجي جلست بلاصه وحده. وهو عباره على صوره الاخلاص كما كتلاحظوا. هذا اللون السيلفر ديالو, الموتور فيه من الفوق, وديري لي هاد التويشيات هكا باش كيبقى الموتور شاد في بلاصتو. كاين كذلك حتى هو في السيلفر وكاين في الذهبي. شو الالوان البنات شحال زوينين, حبتي الشكل ديالهم رائع, وصراحه الشكل ديالهم في الحائط كيجي روعه كيف كتلاحظوا في البيت ديالي. صراحه انا هما من الديكورات اللي ما مليتهمش, يعني كل نهار كنشوفهم كيعجبوني. قولي لي دايره الاشهار في دارك, اللي دخل عندي اللي دخل عندي كيسولني وكنقول لي انا كنبيعهم. نوريكم دابا الشكل الثالث. كيف كتلاحظوا البنات الشكل الجداد, كلهم حيت لهم بلاستيكه باش تشوفوا مزيان. دابا نحيد هادو البلاستيكه باش نوريكم. وهذا هو الشكل الثالث, حتى هو عباره على مكانه فيها كلمه ديال الله من الفوق, وتحت منها كاين المكانه في الوسط, وكاينه ارتيزانه دايره بها في الجناب. كتلاحظوا جا الشكل ديالها زوين بزاف, والمرايا راه مبينه يعني بحال راه تقولي مرايا نيت. العين انعكاس ديالها بشكل واضح. بزاف البنات اللي كيتواصلوا معايا وكيبغيوهم كيبقاو يوصلوا فيا كيقولوا يا اختي ايمان عافاك ردي البال عندك تهزلين هذاك المرايا, وهذه كيسحاب لهم انها مرايا ديال الزاج. غير بغيت نقول لكم هذه راه ماشي مرايا ديال الزاج, هذه راه الومنيوم كومبوزيت اريكوبوند, بحيث فيه ليف ديال المرايا ماشي مرايا يعني ما كيتهرش. ادم باك يلعب هاد المرايا فتحت كلشي اللي في الدار. وكيف في الشكلات الاخرى, كاين في الذهبي وكاين في الفضي. يا سلام على الالوان شحال زوينه. بغيت نعاود نوريكم واحد الشكل اللي ديجا وريته لكم المره اللي فاتت, ولكن قلت ضروري خاصني نوري لكم حيت هو واحد الشكل اللي مطلوب بكثره. ما غاديش نحيد ليه البلاستيك حيت كبير وما فيا اللي بقى يعاود ليه البلاستيك البنات. صافي سمحوا لي تكفيت شايفينه. انا نوري لكم نجيبهم جوج حدايا, عندي وحده كبيره وحده صغيره اصغر منها. انا نوري لكم البنات. المهم البنات هو هذا ديال آية الكرسي, هذا اكثر شكل عليه الطلب بزاف كيطلبوه ليا. فهو هذا البنات, هذه بالذهبي فيها حل, هذه حجم كبير صراحه. هذه ان شاء الله غادي نعطيها هديه, غير بغيت نوريها لكم. وهذه راه مبيوعه
بغيت نشبيها اليوم، فقلت نوريها لكم قبل ما نشبيها. فهذه ذهبيه، هذه مترو 20 على 100 سنتيم، يعني مترو 20 سنتيم على 100 سنتيم. هذا الحجم غالبا كيبغيو الناس اللي كيكون عندهم هكا صالونات كبار، واللي كيكون هكا كتبغي شي حاجه كبيره بزاف كتاخذ هذا الحجم. هذه في فرديه، هذه فيها مترو على 80. بصراحه هذا الحجم راه حجم مناسب. كاين اللي كياخذ من عندي هذا الحجم، هذا بحال هذه، وكياخذ معاها جوج ديال المعوذات الناس والاخلاص بلاص الناس والفلك في بلاصه الاخلاص، يعني هذه كيديرها بلاصه الاخلاص فكيجي الشكل زوين. صراحه حتى هاد الكبيره داروها بها، غير هي كنظن انا هاد الحجم احسن مع هذوك الجوج على ما اعلم. صافي البنات، بغيت نوريكم واحد الحاجه اخرى. هذه البنات هي جديده، ما وريتش لكم في الفيديوهات السابقه. هذه طويله بهذا الشكل مكتوبه فيها وسيكفيكم الله وهو السميع العليم. حتى هي عندي في الذهبي والفضي، باش نجيب لكم الذهبي ديالها. الذهبي تاع محلول عليه بلا ما نحتاج مقنحل، ضروري كندير لهم هاد البلاستيكات باش كيحميوهم من الغبره بما تباعو، اما ملي كتعلقوهم فكتقدروا تبقاو تمسحوهم غير هكا بزويه، ف راه ماركيت اكثر لا بما لا بشمش لا بوالو، تقدروا تعلقوهم حتى على برا. هذه الذهبيه، هذه 120 سنتيم على 40 سنتيم. هذه البنات ديجا وريتها لكم في الفيديو السابق، فيديوهات السابقه. هذه سوره الاخلاص طويله ديال 120 سنتيم على 40 سنتيم. اللي بغيت نقول لكم ان المرات السابقه كنت كنقول لكم كاين 2 متر وكاين 120 سنتيم، وما قلت لكم انه كاين حتى 150 سنتيم. فكاين الناس اللي ما كيبغوهاش كبيره بزاف والناس اللي ما كيبغوهاش صغيره بزاف، فهذا الحجم المتوسط غيكون مناسب لكم. وما تشوفوهاش هكا ني سحاب لكم صغيره، راه كتكون اللي كيكون متر ونص و2 متر كيكونوا مقسومين على جوج، لان ما يمكنش لينا نصايبوا هذاك الطول على قدو، فالطريقه هي اللي كتخلينا نحصلوا على داك الحجم. وهذه ما شاء الله لا قوه الا بالله بالفضي، وهذه بالذهبي، حتى هما كيقدروا يجيو في العبار ديال 120 سنتيم 150 سنتيم وكذلك ديال 2 متر. وهذه لا اله الا الله محمد رسول الله، ها هي. فهذه فيها 120 سنتيم وكذلك كيقدر يجي فيها 150 سنتيم و2 متر. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على شي حاجه هكا صغيره، راه كاينه هاد البسمله كنقدروا نديروها في اي حجم. البسمله عاده كتجي مع سوره الاخلاص يعني بجميع الاحجام تاعها، وتقدروا تاخذوها حتى بوحدها باي حجم كيبغيتو. تقدروا تاخذوها بهذا الحجم ديال الصغير اولا تقدروا تاخذوها بالحجم ديال 120 سنتيم اللي بغيتو. صافي البنات، ساليت وريتكم كل شيء، وريتكم كل شيء بالنسبه للايات، وريتكم الشكيرات الجداد اللي جاوني. صراحه راه جاوني مده هذه، ولكن جاوني كبر من رمضان. لا ما جاونيش كبر من رمضان، جزء منهم جاني قبل من رمضان، والبنات اللي كانوا جاوا البازار راه شافوهم، وجزء منهم جاني من وراء رمضان تقريبا في داك شوال، وما سمحش لي الوقت انني نشاركهم معكم حاجه كديك الحاجه. فقلت اليوم نشاركهم معكم، خصوصا انه كل مره كيتواصلوا معايا بنات ويقولوا لي بغينا نشوفوا الجديد، فقلت نوريكم الجديد كاملين. بالنسبه للبنات اللي كاين هنا في فيرجينيا وكاينين في النواحي، جيو تلاقاو ان شاء الله في البازار، جيو شوفوا على عينيكم، جيو تلاقاو معايا عندك نتوما، جيو تسلموا عليا. وبالنسبه للبنات اللي كاينين بعاد سواء في ميريكان بعاد، كندير الارسال لجميع الولايات، وكذلك البنات اللي في اوروبا وكندا راه كنرسل، راه السلعه ديالتي راه كيما عارفين وصلت حتى نيوزيلندا، مشات لكندا، مشات لانجلترا، ما شاء الله الحمد لله، اللهم يبارك. وكذلك راه كنرسل حتى المغرب، من المغرب كنرسل للمغرب، فالناس ديال المغرب حتى هما يتواصلوا معايا، راه كنرسل لكم. هادشي اللي كان بالنسبه ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. خلوني لايك بليز بليز بليز، ديروا شير للفيديو، ديروا شير. عندكم نتشكر لكم بزاف بزاف. البنات اللي ما كيوصلوهمش الاشعارات ديال الفيديوهات ديالي، راه حاليا كاينه واحد المشكله في اليوتيوب، ان الاشعارات ما كيوصلوش واخا كيكون واحد دير الجرس، فبقاو ديما تاكدوا ان الجرس عندكم فعال، وديروا شير للفيديوهات ديالي، خلوا لي تعليق شجعوني بيه.
ودير اشتراك في القناه اللي كنتو باقي ما اشتركتوش فيها. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم قبيله، دابا غدا خارجه باغي نمشي نقضي واحد الغرض وانا نتذكرها. بغيت نشارك معكم واحد الحاجه، حاليا انا خدامه على الموقع تاعي اللي غادي ان شاء الله يكون فيه هاد اللوحات ويكون فيه حوايج اخرى، يكونوا فيه بزاف المفاجات. حاليا خدامه يعني ان شاء الله الله يسهل قريبا يكمل ويوجد وغنشاركوا معكم. وغادي بسكوت تقدروا البنات اللي يبغوا يديروا اوردر يقدروا يبقاو يديروا اوردر مباشره عبر الموقع تاعي. فبما جا داك الوقت انا غادي لكم الواتساب ديال البزنس ديالي ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. المهم هادشي اللي بغيت نزيد صافي. ما تنساوش الايفنت، ما تنساوش الايفنت. يلا دابا نقول لكم السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم.